لك أهلين تقبرني؟ إن شاء الله بيقبرني الموديل. يا مشني يا مش. لك الله لا يحرمني هالضحكة بتفرفح لي قلبي من جوا. كنت ماري لعند خواجة يوسف قمت حبيت هدول، قلت هالقساوي ما بيلبوا إلا لأيد أمورتي. إن شاء الله بتطلع على قبري. ليش معذب حالك؟ ليك شو هدول رح أقيمهم لأميرة وسميرة. معلش بناته لازم يكون عندهم ذهب. أنا ما بدي شي تقبرني، أنا بس بدي إياك تضل جنبي. لا لا خليهم بإيدك، وأنا رح أجيب لهم لكل وحدة سوارتي. منين؟ بك روح الله يرزقك من عالي سما. إن شاء الله بقدر.